اشوف نقول لكم واحد القضيه. بكري حنا ما كانش مصلحة الجريمه باش غيعطينا بصمات كامله، باش غيعطينا لادين، باش غيعطينا ما عندناش. والراجل تحط لي زيبروف كاملين عباد الله، تحط لي كاملين قدامه هو طالع لك الجبل. نعطيك مثال، واحد خينا اغتصب واحد البنت وقال لك عمري ما شتها، وجبت ليها انا تصويرته معاها وهي جالسه، قلت لها تعرف هذه البنت؟ قال لي لا. غطيت لي وجهه وجبت لي التصويره ديال البنت، قلت لها هذه شكون هي؟ قال لي هذه. قلت له وهذا؟ قال لي شوف راسه تما ويقول لي انا ما عنديش تريكو احمر، وانت لبست تريكو احمر. واحد تحط لي كل شيء قدامه، كل شيء، وتيقول لك لا، في الشهود وكل شيء يقول لا ماشي انا. وانت ملزم ذاك الوقت بس لان كان محاضر ديال الشرطه ياخذوا بعيد، تيتخذوا بعيد الاعتبار ويعتدوا بهم امام المحاكم. كيفاش غتصيفطوا؟ كيفاش غتصيفطوا؟ كيفاش غتصيفطوا؟ الا ما زدتي 48 ساعه وبديتي معاه في البحث وعقدتي معاه البحث، ولو ما عرفتش شنو دير معاه باش توصل معاه، لان كانت عندك واحد الدموس وعندك واحد الجثه وانت ما والو، عندك الله وهضره كل سانك. اما الحمد لله اليوم بقى الزير ناهر مازال، ما بقاش اليوم، لان اليوم انت تذكر احنا عندنا اليوم. شوف بكري كان الاعتراف سيد الادله، ولكن اليوم الأدلة سيادة الاعتراف، إذا خصك تجيب الأدلة، اليوم عندك باش تجيب الأدلة، يعترف ولا ما يعترفش؟ ديك الساعة ما كانش عندك والو، يدك خاويين، لا وتحط لي اللي بغيتي تحط ليه هو طالك الجبل، لا والو ما كاينش. نقول لك واحد القضية غاتجيك عجب، في غوانتانامو قال لهم واحد الخبير أمريكي كبير، كان هو من الناس تيبحثوا مع دوك الناس ديال غوانتانامو، قال لهم جوج دول وحنا معاهم المغاربة والترك، إلا نكر نكر، يضربك نكر ضربك بنكره. هذاك الوقت وقت خور كنا نتهضروا معاه، أنا كنت نعاود لهم على سنوات، إلا حسبوا هما ديال الرصاص ولا دب راسهم، إلا حسبوا عليا أنا ديك زيرته، حسبوا على الناس تيقولوا سنوات الرصاص، إلا حسبوا على الدولة. وشنو بقى جيتي مع هذا المجرم هذا اللي اغتصب البنت؟ يقول لك ماشي تريكو أحمر؟ وصلنا معاه باش يقول هو أنا، وصلنا معاه يقول هو أنا، لأن جبنا ليه ما يثبت، شنو تيقلب مازال؟ تقلب تخلى ضربوه. هذا في واحد الوقت، وذاك الوقت ماشي هو هذا الوقت، والناس ديال ذاك الوقت ماشي هما ديال هذا الوقت. اليوم الحمد لله شوف التشبيه في الاداره، التشبيه في الوزارات، التشبيه تينا قال دير التشبيه دار التشبيه. اليوم الشعب وعى والناس وعات، وجاتنا التقنيات الكبيره اللي جات وجات مع الحموشي الله يطول عمره المدير العام الوطني، جاب تقنيات كبيره دابا حطها لينا، حط البوليس في يديهم. اليوم ولا الناس تيسمعوا جريمه القتل يمشيو دنيا هانيه، غادي دنيا هانيه، غيحصل يحصل باش بلا تكنيك، بلا دين، بالبصمات، بالشعر، بكذا، يجيبوه، فينومين بالدم تيتقلب ذاك الفيمينول تيتقلب تيجبدوه. حنا بكري كانت تسمع جريمه شدنا الخلعه، المهم تيبني غير المداوى. هذيك الوكيل عيط العائله ديال القاتل، معلم فين وصلتو، تتمشي وانت ما عندك حتى زفته، تمشي واحد تاخذ لك شي زامبرانت لا خصو، وكانوا بكري يلقى بزاف لي زامبرانت ومقرب عاد يجبدو لك. كانوا تيجبدو لي زامبرانت جوج جريمات في 10، شي اخر تجبدو من عندك، تقلب من عندك وتجري من عندك وتزبد وهذا، اليوم ما بقاش هذا الشيء هذا. إذا كنا تتكرسوا، واليوم ما يصلحش كلمه زيرناه، ما يصلحش، ما بقاش خدامه، لا بالنسبه لحقوق الانسان اللي ولات، لا بالنسبه للتقنيات اللي ولات عند الشرطه، ما بقاش عنده ماشي، ما عنده فين يحلوا اليوم، ما عنده فين يحلوا باش غيزير واحد يغوت عليه ولا كذا ولا كذا. ثاني اليوم الكوميساريه ولات اداره، ما بقاش كوميساريه، ولات اداره عموميه. سيب كليك الكوميساريه والباب فين غادي انت، فين هادي جلس انت، ما بقاتش هادشي. دابا الناس تيدخلوا عباد الله ويدخلوا ويخرجوا، والحموشي الله يطول عمره دابا الدرجاج، قد تشوف الرئيس رفيقاس بيبان مفتوحين، السيناتور هذا واحد لاج اخر. واش انا تحكم عليا انت على واحد القضيه قلتها 40 عام هادي وانت تقول هادي اليوم؟ كان سياق خاص، سياق خاص، كان واحد السياق مغاير هذا السياق اللي كاين دابا، وعمل اخر وخدمه اخرى. الا جينا نشوف غير في المعامل اليوم، راه ولات قروه تهزت تتحط الزرب كل الزعطيه الزوم ساكت قنطر تيطلع فوق مادريه وتيحطوه باش يامروا كاميو. دابا لا تيجي الطرف تيحطوه، راه سي اوتراج، لا من ناحيه صناعيه، من ناحيه اقتصاديه، من ناحيه اجتماعيه، هضره اخرى وكلام اخر. حيت انا قلت صح هذا واحد الوقت، وهذاك الصح تشدوني دوزي من هذه النقطه هذه تشدوني منها. وما كلا والو. علاش؟ حيت انا الجمهور ديالي عارفوا خي ديالي، الجمهور ديالي اولا معايا القنوات، بريميرمون معايا الصحافه، هذه هي اللي تخاف منه وتحتاط منه.
الى شي وحده ولا شي قناه هضرت معايا الناس ما القنوات اغلبيه القنوات معك هذه بريمير بون وتتراسلوا وتسمعوا وتعيطوا ليا وتتكلموا معايا وكذا معك واحد الجمهور حسيت به مثقف واعي واعي وتفهم وتوعاش تنقول فهمتي ما عنديش عندي ناس ديال الفرجه جاوا يتفرجوا ولكن عندنا ناس تيشوفوا وتيتفرجوا تيتفرجوا بعقلهم ماشي غير بعينهم كاين ناس تيتفرجوا بعقلهم هذاك الجمهور تيشجعني حسيت به واعي حسيت به مثقف اللي معايا انايا ناخذ لا طوندونس ولا ما ناخذهاش نوصل لمليون ما نوصلوش والله ما هم والله ما هامني لو ان نشوف واحد النهار بانه دوك اللي ضدك تروك 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 بزاف نوقف نوقف ونحيد في حالتي نخش في حالتي شو واحد النهار الدوله تقول لي واه هادشي راه السي قرا راك نسيتي في كذا انا عارف خطوط حمراء ولكن اللي يقول لي حبس نحبس انا ماشي مناضي النقابي انا جبت واحد الفكره وجدت الخراز كما قال لي واحد قال لي ماشي الخراز عبد القادر هذه فكره انت فكره فكره جيتي جديده وجبت هذه الفكره وقلت من الجريمه نعطي الافاده من الجريمه نوقدنا نوري الناس لا هي الجريمه ونقول الناس انواع الجرائم نقول لهم ها السماوي شنو ها الكنز شنو ها الليتر بالجيب شنو ها الدار الدبه كيفاش الدار القساده شنو عندك طاح لاكارت ديالك واحد يخدم لك بها شنو ها اللي تيتزاحم معك هذا فهمتي نوريو الناس اللي ما عارفينش كانت امور اخرى انا اسمح لي اسمح لي انا تعجبت واحد المره قالت لي ديام قالت لي اسيدي واحد السيد جا عندي وقال لي ولدك غادي يمشي لاسبانيا وغنخدمو وغندير الناس باقي الغفله كاينه خصني انا نزيد نهضر عاوتاني انا مالي الخارج ونهضر تيدي عباد الله واللي تيحرقوا الناس وكيفاش تيحرقوا الناس باقا تصيد في الارهاب باقي تصيدو خصني نهضر على الارهاب ونزيد نهضر على الارهاب فهمتي كيفاش تصيد انت ملي نمشي واحد الارهابيين داروا قنبله لا كيفاش تصيد مع الارهابي كيفاش غيجبدوك كبحال ذاك الفيلم ديال اللبناني ديال جنته الان تيوريك كيفاش صيدوا الراجل وجابوه ولا ارهابي تنقول الناس ها كيفاش تصيد وكيفاش غيجيبوك وحدين تيقول لك لا واحد السيد واحد انت شوف بعض الناس اللي تيهم الكومنتير قال لي فاش كنت تقرا الكومنتير قال لي راك تقول السير المهني ديال البوليس كيف السير المهني ديال البوليس انت تشوف السيد حموشي اليوم مع الخيام في لابين بي جي غادي يجيبوا واحد ارهابي تيبوا دخلوا شدوا عليه وكذا وشنو جايبين شنو حاطين باقي المستر ما صاوبش تيبينوا لك وتيبينوا لك الاسلحه اللي جابوه هذا وهاد الخليه اش كانت تدير هذاك السير المهني قول لهم السير المهني حنا تهضروا على قضيه هذيك انيه تنهضر على وحده دار شحال من عام وتنقول لك ها هي الاستفاده في الاخر كون غير عاودت لك وسكت او ضربت الرش على المجرم لا انت تنقول المجرم دخل ضربوه ومربحوا له وعليها دابا غندير برنامج اللي جاي عندي الجريمه لا تفيد غنجي من الاخر الجريمه لا تفيد وغنشرح الجريمه انها لا تفيد وبان هلكاد تكلاها العصافي هذاك ذاك المجرم كلا وندم 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 وعندك يقرب شي واحد هذا الشيء ويندم هذا الشيء اش تنقرب انا الله شاهد عليا هذا الشيء اللي بغيت اما الناس دابا شي وحدين تيزعموا كلا طوندونس ايه طوندونس لا طوندونس ايه طوندونس لا انا ما في طوندونس تسمعتها من تدخل لهاد الملعب شنو هو الطوندونس انا شنو نقول واحد القضيه انت قربتوا للمليون انا والله باقي الان ما سولتش شي واحد لا قربنا منه شنو تيوقع والله ما عارفها يا تيوقع يعطونا واحد الدرع ديال اليوتيوب يعطوك الدرع شنو من بعد شنو شي حاجه ماديا ما كرهناش الله يكثر خيرهم انا مثلا غادي نربح وسام مالكي انا عندي ولا غندير حياتي مع قناه فن تحت وغنجيب وسام ديالي فيه نحن محمد بن الحسن ملك المغرب تنعموا على خادمنا خراز عبد القادر وغنجيبها محطوطه وتنتمنى يكون عندي وسام اخر يعطي لي سيدنا ما كرهش هذاك النهار علقوا لي عامل مع والي الامن علقوا لي ولكن بغيت واحد النهار حتى انا نكون ذوك الناس اللي علقوا سيدنا تروح بكره هذه القضيه هذه ما كرهتهاش ها شنو القصه ديال الوسام اللي عندك الاداره العامه الوطني ديما تتعزل واحد 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 من العام للعام تجمع واحد مجموعه ديال الناس واحد اربعه ولا خمسه ديال الناس في شي ولايه تيكون عندهم اخلاق العمل تيكون عندهم واحد الميزات تعرفوا بالخدمه تعرفوا بكذا تعرفوا بكذا ضحاوا تضحيه وداك الشيء تعطيهم داك الوسام ديال سيدنا خديته يعني بشي جريمه اللي تمكشف عليها لا خصك تكون بعدا انت راجل معقول ومزيان وخدمتي وتتعطي الرؤساء ديالك ما تيحكموا لما تيجلسوا تيحطوا واحد 200 ملف تيقولوا ناخذوا هادو ها الرجال اللي هما داروا شي حاجه يتسالوا الوسام ان الوسام ديال سيدنا باش تعطى لك راه ماشي غيتعطى لك وسام سيدنا حيت تضريف تيعطوا لك حيت اخلاق كانت مزيانه حيت كانت مزيانه وعطيتي للدوله عطيتي نعطوك وسام عطينا وعطونا وسام وماشي عندي غير هذاك عندي التم من السفير ديال امريكا عطيني التهنئه السفير ديال الولايات المتحده الامريكيه بالمغرب ودرت جريمه راه هضرنا عليها ونجحت فيها ودرت فيها اصابه واستاهلت باش يكون
ونقد نقول لك بحال قول من هذوك البوليس ديال الميريكان كانوا تيخدموا معنا هذه الجريمه خلينا متغفلوا مشينا درناها حنايا. ولما جاو لقاو النتيجه تفاجئوا كانوا خدامين معنا تنقلبوا على واحد الميريكانيه وكان حنا خليتهم تغفلوا تغفلوا واحد النهار قال لك بون غنجيو شي واحد يومين خدمنا ديك اليومين نجاو قال لك نبداو قلنا صافي كملنا باش نبينوا بان حنا راه حنا قادين بلادنا. وتفاجئوا والله الا تفاجئوا وعطوني تهنئه وعطوني واحد الشاره تسمح لي باش ندخل للقنصليه السفاره ديال امريكا وسمحوا لي باش يمكن لي نطلب فيزا حتى ديال 10 سنين ناخذها من عندهم وداك الشيء موثق ومكتوب على واحد العمل درته. وعندي بزاف ديال التهنئات من الرؤساء ديالي اللي كانوا معايا وداك الشيء وهذا هذا. انا الوقت اللي كانوا الناس في البوليس تيخدموا تيخمموا يبني الدار ويبني هذا انا كنت جالس مع دارنا وتنخمم غنشد الشفار. الشيء اللي جعلني دابا خرجت من البوليس باقي تنخلص 120 الف فرانك غنبقى نخلصها حتى 2022 ديال 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 لابارتمون فين ساكن. الوقت اللي كنخدمت في شي محلات شي صح كندير الناس داروا اربعه ديور خمسه انا كنت نخدم لاطاك في النهار بوليسي ولا في الليل بوليسي ومتى نسالي تنجي عند صحابي دوك ديال الدرب كنا نجمعوا كريتيك كل هضره وكذا وكذا وكذا. لما ما تنكونش خدام تنولي مع صحابي مع كل شيء مع الدري في القهوه مع داكاس وما كناش نقدو ندير شي حاجه خايبه ان المدينة كان تعرفوني بزاف تعرفوني وتعرفوا اخلاقي وتعرف ما كنتش نقدر ندير شي حاجه تسمع عليا خايبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.